الجمال طول ما شايف الشمس طالع. قول يا رب وابدأ بورقة وبقلم رتب حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. يوم جديد وبكرة إن شاء الله أحلى. يعني هو مش من عادتي إن أنا أحب أتكلم وأحكي حاجة عن نفسي، ولكن أنا عايزة أحكي بس عن الحادث اللي حصل لي امبارح أنا وجوزي وابني وأصحابه، ومش هتكلم عليه بصفة شخصية وهحكي تفاصيل عنه، ولكن عايزة أتكلم عنه لسببين. أول سبب عايزة أتكلم عن الناس اللي بتكسر إشارة المرور على اعتبار إن هي عايزة توصل في ميعاد معين. على فكرة أنت هتوصل في الميعاد اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك إنك توصل فيه، أنت مش بتوصل بمزاجك. وانك تكسر اشاره مرور عشان تعدي بسرعه قبل ما الاشاره تقفل عليك، او بعد ما يعني ما الاشاره تعدي فتعدي كده في النص من غير ما حد ياخد باله ان انت كسرت الاشاره، انت عرضت نفسك وعرضت اللي معاك وعرضت الناس اللي حواليك اللي انت ممكن تخبط فيهم او تخبطهم، وعرضت حياتك وحياتهم للخطر، وممكن تيتم اولاد، وممكن تحرم اولاد من ابوهم وامهم، وممكن تحرم أب وأم من أولادهم، وممكن أنت نفسك تموت وما تطلعش من الحادث، لا هتلحق تروح مشوار ولا هتلحق تروح في ميعادك ولا أي حاجة. وكل حاجة مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى، فاللي بيكسر إشارة المرور ده أنت بتعمل أخطر حاجة في الدنيا. تأنى والتزم كويس جدا بقواعد المرور لأنها مش معمولة كده وخلاص، وربنا يا رب يسلم الناس كلها. انا عايزه اشكر طبعا كل الناس اللي سالت عني واهتمت، والناس اللي انا ما شفتهاش من سنين، والناس اللي انا يمكن شفتها مره واحده في حياتي ولقيتها بتكلمني وبتسال عليا، بجد ربنا يخليكوا ليا. الحمد لله قدر ولطف وقدر الله وما شاء فعل. حاجه تانيه بقى اللي عايزه اتكلم عنها واللي هي ممكن تكون اهم، ان الموت قريب جدا 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 مننا. الناس اللي بتقول انا لسه صغيره ولا انا لسه صغير ولا لا، ده الناس بتموت بعد لما يبقى يعني عمرها عدى شويه. لا، على فكره الموت اقرب من اننا نغمض عينينا ونفتحها في لحظه. امبارح وانا بفكر كده بعد الحادث اللي تعرضنا له بقول سبحانك يا رب، البني ادم لو هو في اللحظه دي قبل ما يحصل له اي حادث وربنا مقدر انه في اللحظه دي هي دي نهايته وانه دي اخر نفس هيخرج منه، لو هو في اللحظة دي ظالم حد ولا واكل حق حد، ولا حتى أبسط الأمور إنه بيتكلم في التليفون وبيدبر حاجة لحد، أو بيتكلم في سيرة حد، أو بيزم في حد، أو بيخوض في عرض حد، أو هو كان على معصية، أو راجع من مشوار هو كان فيه في معصية، أو رايح مشوار يأذي في حد، في اللحظة دي أنت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى هتقول له إيه وأنت ميت على وضع ممكن يكون في ذنوب. فحسيت ان الموت قريب قوي، وحبيت ان انا النهارده اقول لكل حد بيظلم او بيعمل اي شيء ممكن يكون بيغضب ربنا سبحانه وتعالى، في لحظه انت هتبقى مش موجود في الدنيا، فكر في اللحظه دي وفكر انك هتقابل ربنا سبحانه وتعالى في اي وقت انت ما تعرفوش. الناس اللي ما بتصليش، الناس اللي بتصلي وبتقطع في الصلاه، الناس اللي ممكن تكون ماشية في طريقها أو في أي حاجة، بلاش في الطريق بقى وفي الحوادث، في أي لحظة أنت قاعد بتتفرج على التلفزيون والأذان أذن وأنت مكبر دماغك وما قمتش صليت ولا مأجل الصلاة، ما تأجلش حاجة لأنك عمرك مش في إيديك، في لحظة هتروح. وإحنا يمكن فاتحين سلسلة حلقات عن علامات القيامة الكبرى وهتظهر امتى وايه اللي هيحصل، وقلنا يمكن ان علامات القيامة الصغرى ممكن تكون ظهر منها حاجات كتير قوي وظهر من زمن الزمن مش بس يعني من قريب. فخلونا كده نهيئ نفسنا، مش عايزه اقلب الحكايه كآبه وانكد على الناس، ولكن ان احنا نبقى محضرين نفسنا للقاء ربنا سبحانه وتعالى، ده الحقيقه ما فيهوش اي نوع من الكآبه، والكآبه ان احنا نبقى في غفله وغفلانين عن اللحظة دي وعن حساب ربنا سبحانه وتعالى لينا وعن مقابلة ربنا سبحانه وتعالى، ونبقى عايشينها كده بالطول وبالعرض. خلونا نروح لفاصل ويكون معنا إن شاء الله فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف، وهكون إن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم، ولكن بعد الفاصل.
رفعت ايدي للسماء وعرفت انك مش هترد دعايا. يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكروبات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عفنا واعف عنا، فرج همومنا واشرح صدورنا واصلح احوالنا وحقق املنا يا رب، واشفي مرضانا وارحم موتانا واسعد قلوبنا واجعلنا من المقبلين في الدنيا والآخرة برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. بنعيش أحداث كتير في مجتمعاتنا دلوقتي ممكن تكون غريبة وشاذة عن الطبيعة البشرية، زي الفجور والزنا وعقوق الوالدين وحاجات كتير أول ما بنسمعها نقول على طول خلاص القيامة قربت، لأن من علامات الساعة هو وجود اضطرابات في الأمة الإسلامية في أخلاقها وانتشار الفساد والظلم بين الناس وإسناد الأمر لغير أهله، ده غير كثرة القتل زي ما قال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، إنه هيجي يوم على الناس محدش هيعرف القاتل بيتقتل ليه ولا المقتول اتقتل ليه، وده في الحقيقة بنشوفه يمكن في العالم كله من حوالينا، وبرغم من أننا كل يوم بنشوفه وبنسمع عن علامات الساعة الكبرى إلا أن الناس في غفلة كبيرة جدا وكله مش حاسس بعظمة ورهبة الوقوف قدام ربنا سبحانه وتعالى اللي مش هينجينا منها غير رحمته هو بس. واحنا بنحاول من خلال سلسلة حلقاتنا علامات الساعة الكبرى أننا نفوق الناس ونفوق احنا كمان ونخلي كلنا نلحق نفسنا قبل فوات الأوان. مكملين مع حضراتكم مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف سلسلة حلقاتنا عن علامات الساعة الكبرى، وأكيد هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك وجعل الجنة مسوانا ومسواك ومسوى المشاهدين الكرام، قولي آمين. آمين آمين يا رب العالمين. يعني اتكلمنا عن علامات الساعة الكبرى ويمكن توقفنا عند جزئية مهمة جدا والناس كلها متلخبطة قبل ولا بعده، وهو أول ظهور للعلامات أو علامات الساعة الكبرى هيكون المسيح الدجال ولا لا، ويمكن دي الجزئية اللي توقفنا عندها الحلقة اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأزهران الأعطران المشرقان المضيئان على من جمعت كل الكمالات فيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومحبيه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. بادي ذي بدء، حمدا لله على سلامتك، أسأل الله أن ينجيك من كل سوء ومن كل مكروه وأن يحفظك وأهلك وزوجك وأولادك. وعشان تسمعي كلامي بعد كده وما تتكلميش وما تنشريش صور على الفيس وما تنشريش، والله العظيم ما نزلت حاجة دحيح، كان في حادثة قبلها بيوم ده اتنين الصبح، أول ما تقومي كده تتعلمي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لازم تجمعي إيدك على كفيك على فمك، وبعدين تقرأي قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، والفاتحة، وبعدين تقري فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وتمسحي بيهم على نفسك وعلى أولادك وعلى زوجك. الكلام ده أنا بقوله لك ليه وبقوله للسادة المشاهدين ليه؟ علشان أكيد ما كانش فيه جن راكب وراكي في العربية، لا سيما والزوج هو اللي كان سايق، يعني لو أنت اللي سايق هنقول الستات ما بيعرفوش يسوق، لكن اكيد ما كانش فيه والله ده احنا ماشيين في طريقنا ما فيش حاجه، يعني الغلط ما كانش مننا من الناس اللي بتكسر الاشاره، ما فيش عمل، انما في اللي اشد من ده كله اللي احنا مش منتبهين له اللي هو الحسد. وحضره النبي صلى الله عليه وسلم تاني وتالت لما دخل الى اهل القبور قال لو اطلعكم الله عليهم لرايتم ان نصفهم دخل القبور من الحسد. ألا كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترضى بما وهب، جزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. فده من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خدي بالك من الحتة دي، يقول لا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا إخوانكم. قال الكلام ده ليه؟ علشان سمع في واحد واقف بيشرب من الصحابة، فواحد ذهل من صوت شربته بيشرب بقوة، فقال له اشرب بالراحة، أكل هذه قوة في الماء؟ الكلام ده في الظهر،
فالنبي بيسأل على الصحابي في العصر، قالوا له يا رسول الله أصابته الحمى. الكلمة على طول نفاذة، فيعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فتوضأ لأخيك، فتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وضوئه علشان يرجع ويخف تاني. وده علاج من الحسد، إن الحاسد يتوضأ أو يشرب مية وناخد البقية نغسل بيها المحسود. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أنفسكم بكلمة. طب وده يتعمل إزاي؟ نعم يعني نعم وإحنا ما نعرفش أسم مين اللي حسدنا. قدر الإمكان بقى، عشان كده لازم نرقي نفسنا دائما، ودايما نقول اللهم احفظنا من أعين الناظرين وقلوب الحاسدين. أمين. كما حفظت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. الحمد لله على السلامة في البداية. قبل ما نخش على علامات الساعة الكبرى بالمسيح الدجال، المسيح الدجال زي ما احنا قلنا سبقه طلوع الشمس من مغربها، سبقه الدابة، سبقه الدخان. تيجي الطامة الكبرى اللي هو المسيح الدجال أو المسيح الدجال، وكلا اللغتين صحيحة. المسيح الدجال لما اتكلمنا عنه قلنا إنه أعور، عيناه اليمنى ممسوحة والعين اليسرى طافية كأنها عنبة جاحظة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ست لمية ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. قبليها يصيب الأرض القحط، ويصيب الأرض البلاء، ويصيب الأرض الفقر، ويصيب الأرض الجوع. لا سما تمطر، ولا أرض تنبت، ولا ضرع يحلب. فيجي هو، خلي بالك، مع 70,000 من أنصاره. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة مع 70,000 من أنصاره يجوز ما هيخرجوا من المدينة المنورة. تخيلي، من أطهر بقاع الدنيا، من المدينة المنورة. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا الكلام ده في الحديث الصحيح، ويقول إيه؟ إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. يخرج المنافقين منها فيتبعون. فيجي لما يجي أمره عجيب أوش، يقعد فينا 40 سنة. أول يوم سنة كاملة، تاني يوم كشهر، تالت يوم كجمعة. لا ده أنا بقولك الحسابات بتاعتنا، هو هيقعد إزاي؟ هو هيقعد 40 سنة. أول يوم بحساباتنا إحنا هيقعد اليوم الأولاني سنة كاملة، اليوم الثاني شهر كامل، اليوم الثالث جمعة، ومن اليوم الرابع تبدأ اليوم الزمني العادي اللي هو في حسابي وحسابك. طيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فيقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وللضرع احلب فيحلب. شوف الفتن قد ايه. ناس تتبعوا. مين اللي هيفتن بيه؟ اللي كان من شويه بيفتن بالسحر، اللي كان من شويه تضحك عليه وتقول له انت معمول لك عمل، وانت مش عارف هطلع لك هجيب لك مين اللي عمل ومين اللي سوى واحضر واصرف. والعجيب اقول له انت سمعته وهو بيقرا؟ يقول لا ما سمعتوش، كان بيقول. يا حبيبي ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. اسمع يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرقي احد الصحابه لا كان يقول له حابس حابس ولا شهاب قابس ولا اللي احنا بنسمعه، لا، كان الصحابه رأوا بالفاتحه فغنموا، خدوا غنيمه من وراء الرقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي وما ادراكم انها الراقيه، وما أدراكم أنها الشافية، وما أدراكم أنها الواقية، اضربوا لي بسهم معكم. ليه؟ لأن ما ينفعش نرقي بعضينا أو نسترقي نحن بألفاظ غير عربية. فالناس اللي هتفتن بيه اللي هي زي حالات اللي موجودين دلوقتي، اللي ما رحم ربي، اللي هو مهووس بالسحر، اللي مهووس بالجن، اللي شاف شوية مية. والله العظيم أنا رايح عند أخويا في البيت، والله زي ما بحكي لي، وبعدين طالع الاسانسير فانا محدش عارفني، فراكب معايا 2، فالست هي والراجل خايفين يعدوا لان في شويه ميه مرميين على باب الاسانسير. مين اللي عامل لنا العمل؟ قلت لهم سبحان الله، ده العماره 11 دور، كل دور فيه 3 شقق، وكل الناس بتطلع في الاسانسير، كل الناس بتطلع في الاسانسير، اشمعنى انتوا؟ فشوفي العظمه قد ايه. اللي هيفتن بيه اهم بقى جاهزين، خلي بالك. طيب وبعدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة تخاف، تقولوا له طب احنا هنصلي ازاي رسول الله في اليوم اللي سنة ده؟ يقول اقدروا لهذا اليوم قدره. طب يا رسول الله ما فيش اكل، الناس هتاكل ازاي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، يلهمهم الله اياه كما يلهمون النفس. حضرة النبي بيتكلم الكلام ده بعد الفجر وهو واقف على المنبر وبيقول للصحابة، خلي بالك،
أول دعوة هيقولها لكم إنه هو نبي وإنه لا نبي بعدي. ليه سؤالي يا أفضل الصلاة والسلام، ليه سؤال عند حضرتك؟ نعم. ربنا سبحانه وتعالى ليه إداله القدرات دي كلها؟ علشان يظهر بقى المؤمن من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. هي فاكرة لمية لما تقول له يا رب أنا مؤمنة وراضية بقضائك وتشتري عربية جديدة، طب ما لازم تخيش، لازم تخش، لازم تصدم عشان يشوف هو إيه. ما هو سيدنا شقيق البلخي بيكلم سيدنا حاتم الأصم يا ست لمية، فبيقول له كيف حالكم يا حاتم، انتوا أخباركم ايه؟ قال له نحن قوم إذا أنعم علينا شكرنا وإذا ابتلينا صبرنا. ده مين؟ حاتم الأصم بيقول له أستاذ شقيق البلخي، إحنا لما النعمة بتجينا بنشكر ولما بنبتلى بنصبر. فضحك شقيق قال له سبحان الله، نفس كلاب بلخ عندنا، كلاب بلخ عندنا هي ده وضعها. قال له ازاي؟ قال له ما هو كلاب بلخ عزكم الله لما ترمي لهم الاكل ياكلوا ويهزوا ديلهم، ولما ما ترمي لهمش الاكل هيصبروا. قال له هذه هي الكلاب، فكيف حال اصحابها؟ قال له نحن قوم، خدي بالك بقى، اذا ابتلينا شكرنا الحمد لله، واذا انعم علينا صبرنا. فلما يجي لهم المسيح الدجال بالاوصاف دي كلها، خلي بالك ما هو مين اللي هيقرا على جبهته كافر؟ المؤمن اللي عنده يقين، المؤمن اللي بجد بقى. لا، اول ما يقول انا نبي، حضره النبي يقول وانه لا نبي بعدي. بعدين قصه النبي دي هيقع فيها شويه، يقول لهم انا ربكم، ما خلاص الراجل مطر السماء ونبت الارض. فحضرة النبي يقول وربكم لن تروه إلا في الآخرة وإنه أعور وربكم ليس بأعور. طيب وبعدين وبعدين يبدأ يسلطه الله على كل قرية ومدينة، ما يسيبش لا قرية ولا مدينة لما يخشها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. تخيلي كده. وبعدين ازاي هنخلص؟ طب مكه منه؟ والمدينه وبيت المقدس مش هيدخلهم بس. طيب ازاي الناس اللي في المدينه هيخرجوا له؟ هم اللي هيسمعوا عنه يخرجوا له. لكن كلما حاول ان يدخل هذه البلاد تطارده الملائكه. المناطق اللي دخلها الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. لا، ما هو النبي دخل مصر ودخل مصر صحيح. النبي دخل مصر، بس انا عايز اقول لك حاجه، خدي بالك بقى، الرمانه من عندك. لان البدايه بضعف الايمان من عندك وضياع الدين هيبقى من عندك. يعني ايه؟ يعني انا طول ما انا شايف مصر تحافظ على الاسلام والمسلمين وتذوب عن الاسلام والمسلمين، اطمئن ان الاسلام في الدنيا كلها بخير. عشان كده مشايخنا ستي كانوا يقولوا ايه؟ نزل القران بمكه وطبع بالشام وحفظ وقرئ بمصر. طب انا عايزين نقول اول منطقه أو اول مكان هينزل فيه فين؟ بس خلينا ناخد حاضر. زهراء، زهراء سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زهراء، طب حاولي تكلمينا مرة تانية. معنا؟ ألو. ألو، أهلا بيك يا زهراء، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس عايزة أسأل الشيخ عادل. اتفضلي. بصي يا حضرتك الشيخ، أنا ليا سؤالين بس معلش لو أكتر عليك يعني. اتفضلي. أول سؤال إن أنا عايزة أفهم، أنا جيت دلوقتي منتقبة فعايزة أعرف حاجة، إن أنا يعني يوم الأيام إن شاء الله يعني. الو سامعينك، اتفضلي. فانا يعني مش عارفه ان انا جزائي زي الواحده مثلا اللي هي لابسه مثلا لبس ضيق او مبينه جسمها، انا عايز اعرف الجزاء بالظبط. لو انا حتى مثلا بعمل اعمال مش كويسه او عمل مثلا مش كويس، جزاء زي جزاء يعني، في فرق بين اللبس فعلا ولا ايه؟ ولا مثلا في مكياس للجنه وفي مكياس للنار؟ طيب حاضر. طب سؤالك التاني ايه يا زهراء؟ السؤال الثاني، انا دلوقتي في مشكله بس بيني وبين حماتي، فهي يعني مكوناني في حاجه ان انا مثلا بشيل حاجات من البيت وكده، فانا والله بيني وبين نفسي ان انا عايزه انزل لها، ان انا داخل مثلا على شهر مسترج وكده، فانا عايزه انزل لها واعيش معاها تحت.
انا جوزي مسافر وانا قاعده لوحدي، وهي تعبانه عليا ان هي مثلا بتعمل شغلها لوحدها وكده، فانا مش عارفه ان انا اعمل ايه بالظبط. انت عايزه تنزلي تراضيها؟ اه عايزه انزل اراضيها واعيش معاها لان هي تعبانه عليا وانا مش حابه كده. طب ربنا يجازيكي خير يا رب. حاضر حاضر. تابعينا يا زهراء، هستأذنك قبل ما نجاوب زهراء ناخد فضيلة الشيخ أحمد الطلحي. شيخ أحمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير. وحضرتك بألف خير منورنا. وألف حمد لله مليون على السلامة. الله يسلمك، ربنا يخليك يا رب. الحمد لله. دفع الله مكان أعظم، والحقيقة يعني التحية لكم لشخصكم الكريم ورئيسكم الكريم مولانا وشيخنا وأنوار سيدي سلطان ابو العلا ما شاء الله في الشعر عبر يعني. حفظكم الله سيدي، حفظكم الله وادام عزكم ورفع قدركم واعلى شانكم. الله يحفظكم يرعاكم. والحمد لله يعني اليوم انظر في هذه الشاشه فتذكرت كلام الحديث الاعظم صلى الله عليه وسلم، لا يزال الخير في وفي امتي الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فالخير نراها اليوم ما شاء الله في وجهكم الكريم يا مولانا وفي اختنا. الحمد لله على الف، الحمد لله على سلامتك، والف الف الف الحمد لله على السلامه. ربنا يخليك يا رب. فضيله الشيخ مكالمتك يعني على راسي، وكتر الف خيرك والحمد لله. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. رعاكم الله، حفظكم الله، متعكم الله عز وجل بالصحه والعافيه وكل عام وانتم بالف خير. حضرتك بالف خير ليكم ولهذه القناه المباركه ولفريق العمل ولمن هم في الكنترول وكل من يحب هذا البرنامج. وبكره احلى، وكلنا امل ان شاء الله بكره احلى يا رب. امين يا رب. نورتنا يا فضيله الشيخ، فضيله الشيخ احمد الطلحي، نورت بجد البرنامج، كتر خيرك. بشكر حضرتك جدا بجد على مكالمتك، بشكرك جدا. الحمد لله. ما هو سيدي احمد المخرج ما سيدي احمد الطلحي على راسي، بس اذا فتحت للمشايخ فعايز اقول لك ان اختنا لمياء هي اخت الدعاء، ما تذكر عند داعية الا احبها. الحمد لله. وقال فيها شعرا وتغزل في ادبها وفي عفافها وفي كرمها وفي جودها، فاحفظ علينا يحفظك الله. الحمد لله. بارك الله فيك. وسيدنا الشيخ أحمد الطلحي هذا يوضح أن الإسلام لا جنسية له. صحيح صحيح. لأن شيخنا يقيم في مصر وينشر وضيفنا برضو في بكرة أحلى. ليس ضيفا، وإنما صاحب لا مكان. لا صاحب مكان طبعا، صاحب مكان دائما. ولكن هكذا علموا أن أهل مصر، معقل أهل السنة، محبوا آل البيت، يدافعون عن الإسلام، لذا سادت مصر بالإسلام وستسود إن شاء الله. وكما نقول وبكرة أحلى لمصر. أمين يا رب. بماذا؟ بالأزهر وبالكتاب وبالسنة وبأرض مصر الطاهرة. صح ونعم بالله. طيب نرجع بقى لسؤال زهراء، وكانت أول سؤال السؤال الأولاني بتقول هي منقبة. نعم. فدلوقتي بتقول يوم القيامة، هل بتتكلم هل لو المنقبة مثلا ممكن تكون بتعمل أعمال تغضب ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هي لابسة النقاب، هل يوم القيامة هتبقى زيها زي مش منقبة وبتلبس لبس ضيق أو بتلبس لبس؟ بصراحة أنا ما بعرفش أجاوب على الأسئلة دي بصراحة يعني. أنا بكلمك بصراحة، بس خليني أروح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال حتة جميلة أوش. ذكر امرأة له تكسر الصيام وتكسر القيام وتكسر الصلاة غير أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وامرأة تانية مقتصدة في الصيام والصلاة والقيام، قال غير أنها تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة. مشكلتنا التدين وليس الدين. فاهمينه غلط. إحنا فاهمين إننا لما أروح أصلي أنا بصلي لك وهو يا رب متشكر. ما تزعلش مني يا سيدي، لو انت بتصلي وترمي زبالة في الشارع انت مش مقبولة صلاتك، ولو انت بتصلي وبتبص على الحريم في الشارع انت مش مقبولة صلاتك، ولو انت بتصلي وما بتحسنش معاملة زوجتك انت مش مقبولة صلاتك، ولو انت بتصلي وبتؤذي جيرانك انت مش مقبولة صلاتك. ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى دي مهمة الصلاة، تغير تعدل تظبط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. زيك على راسي أحترمه وأقدره، هذا زي الإسلام ولباس الإسلام، لكن مش هتخش بالجنة.
مش هتخش بالجنة إلا ما تصومي والصيام يأثر فيكي، فلما تصومي تمتنعي عن الحرام الداخلي والخارجي، تمتنعي عن أعراض الناس وعن الغيبة والنميمة، لما تصلي ما تؤذيش حد والصلاة تؤثر فيكي، لأن ربنا قال كده: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم المسكين والأرملة واليتيم والمصاب. ما قالش أنا هتقبل الصلاة من اللي لابس جلابية قصيرة ودقنه طويلة. حط شروط اهي: الزي ده على راسي والسمت ده على راسي. إنما لما راحت بنت شعيب لأبوها قالت له إيه: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت له: رفع الصخرة اللي ما يرفعهاش 10 رجالة لوحده. والأمانة قال لها: خليكي وراي عشان الهوى ما يضربش هدومك، فأنظروا إلى خلفك أو أردافك. قالت له: طب أدلك على الطريق إزاي؟ قال لها: بالحصى. فأدت له الأمارات، ما قالت لهش لا بيصلي 30 ركعة ولا 40 ركعة، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للراجل: بما تحفظ من القرآن، كان يحفظ سورة الإخلاص. انت يعني أنا حافظ القرآن كله؟ لا، بس هو حافظ سورة الإخلاص. الصحابة كانوا يقولوا كده: كنا نحفظ الآية لا نمر بها إلا إذا تعلمناها ووعينا ما فيها وطبقناها، فتعلمنا العلم مع العمل. سؤالها التاني بقى سريعا يا فضيلة الشيخ، وهي بتتكلم على انه في مشكلة بينها وبين حماتها، نجاوب سريعا. وعايزة تنزل لها تراضيها. تنزل وعلى خيرة الله، بس تخليها بعيد علشان ما تتهمش تاني. نورتني يا فضيلة الشيخ، واشوفك على خير ان شاء الله. انار الله قلبك بالايمان ووجهك بالسعادة والاطمئنان. ربنا يخليك يا رب. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا، ولكن هنروح لفاصل ونكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. من الحاجات اللي معظمنا بيهتم بيها ده إذا ما كناش كلنا، هي مظهرنا وخصوصا جسمنا. ويمكن الرجيم أو الدايت أو أي وسيلة نخسس بيها نفسنا دي حاجة مشتركة بيننا كلنا، وبرضو وإحنا بنخس بنبقى حريصين جدا إننا ما نجوعش وصحتنا ما تتأثرش. عشان كده دايما أي دكتور بيوصف أي نظام غذائي بيكون حريص على كل وجبة إنها تكون مليانة بالألياف الطبيعية، منها تدينا إحساس بالشبع وفي نفس الوقت نستفيد بالقيمة الغذائية اللي ممكن تكون موجودة فيها. عشان كده النهاردة هنتكلم مع الدكتور أحمد عبدالله استشاري علاج السمنة عن فايدة الألياف الطبيعية خصوصا في فترة الدايت. دكتور أحمد منورني وأهلا بيك. ربنا يخليك، انت منورة والواحد بيبقى سعيد وهو جاي. وبرضه نفس الفكرة، يعني قد ايه انت محبوبة، يعني بعد الحلقة اللي فاتت الناس كلها بقوا ايه عايزين، يعني مش بيواجهونا اسئله، بيواجهونا اسئله اسالها لك انت. لا والله، فعلى طول يعني انت كنت معانا. طب نغير بقى الاماكن. كنت معانا غير ما اقدرش اقعد مكانك طبعا. نورتني يا دكتور. ربنا يخليك، ربنا يخليك. دايما الناس تقول الالياف في وجبات الدايت ومهمه جدا عشان بتنفش في المعده فتخلي البني ادم يحس ان هو شبعان. بالظبط. فكره اننا نلاقي حاجه تشبعنا دي اقصى طموحات اي حد في الدنيا. طبعاً. انه ما يحسش بالجوع كتير عشان الوزن ما يزيدش. وبرده مهم جدا للبشره وللشعر بقى ولكل حاجه مفيده. بالزبط. للجسم. خلينا نبدا نقول كده الالياف الطبيعيه ممكن تكون موجوده في ايه في اكلاتنا. بصي، احنا طول الوقت كان دايما نقول اثناء ما بنعمل دايت او مجرد ما بنبتدي نظام الاكل على طول بنقوم رايحين على السوبر ماركت كل يوم جايب البراون توست، العيش القمح الكامل. بالظبط. مكرونه القمح الكامل، رز القمح الكامل. وكله يحاول كل ما يخص الدايت، كل الحاجات اللي مكتوب عليها. بالظبط. والحاجات بالذات بتاعه المخبوزات كانوا يتجهوا الى القمح الكامل اعتقادا، وطبعا ودي حقيقه، ان احنا هنخس بيه. الحقيقه احنا الاكلات دي كلها اللي مليانه الياف وفايبرز ومنتجات القمح الكامل دي كلها مليانه الياف، ولكن الالياف اللي موجوده دي بتشبعك مده اطول. في حاجه اسمها جلايسيميك اندكس او المؤشر السكري، امتى الاكل هيمتص وهيرفع السكر قد ايه وهيختفي من الجسم في قد ايه. الالياف او منتجات القمح الكامل كلها بطيئه الامتصاص، فبالتالي بطء الامتصاص بتاعها بيخليها بتخليكي تشبعي او تحسي بالشبع لفتره اطول. ناهيك بقى لان الالياف عموما كل، يمكن اجدادنا واهالينا كل فاكهه عشان فيها الياف،
كل حاجات قمح عشان فيها الياف. فالالياف هي مصطلح مهم جدا لصحه الانسان، مهم جدا لصحه القولون، مهم جدا للتحكم في الشهيه، في الناس تاكل كميات اكل اقل من اللي كانت بتاكلها. في الانترو انت قلتي حاجه مهمه جدا، ان احنا لازم ناكل والاكل ده بالنسبه لنا مهم، لان احنا لما بنحرم نفسنا من الاكل الجسم بينهار. طبعا هي مشكله الناس في لا وبيحصل حاجه بقى بعد كده لما بنيجي نلاقي نفسنا مش قادرين بقى طبعًا. يبقى يعني عايزين ناكل كل الحاجات اللي موجوده في اي حته. بالظبط احنا عايز اشرح لك هي ايه الحكايه بالظبط. اهم حاجه في جسم الانسان بتستهلك الاكل ده هي الكتله العضليه. العضلات بتاعتنا. طيب لما الناس بتمشي على دايت فيه حرمان او تمشي على نظام اكل فيه حرمان لمده طويله جدا. اللي بيحصل ان الجسم لازم ياخد الطاقه بتاعته، الطاقه بتاعته دي هياخدها، ما هو الجسم بيصرف الطاقه دي مش بس في مش وانا بجري، مش وانا بعمل رياضه، احنا واحنا قاعدين انا وانت دلوقتي عضلاتنا اللي مقعدانا كده بتبذل طاقه، قلبنا وهو بينبض بيبذل طاقه. فلما انا ادي اكل قليل جدا او صنف واحد من الاكل اللي هي الكيميكال دايت، كل تفاح طول اليوم، كل زبادي طول اليوم، كل فاكهه طول اليوم، الكلام ده كله، اللي بيحصل ان الجسم ما بيلاقيش الطاقه بتاعته. اول حاجه بيبتدي يكسر فيها هي الكتله العضليه. فالناس تخس وتنزل وتبقى سعيده جدا بنزول، بس بتنزل عضلات ما بتنزلش دهون، بتنزل من الكتله العضليه. فتلاقي دايما الناس اللي عامله كيميكال دايت دي خست، بس بطنه زي ما هي، جنابه زي ما هي، ولكن هو كش كله كده على بعضه. وبتلاقيه قاعد في خمول جامد جدا. طب اذا كنا اتفقنا ان الكتله العضليه هي الحاجه الرئيسيه اللي بتحرق الاكل او بتستهلك الاكل، طيب بمجرد ما بنهي الكيميكال دايت او طريقه الدايت الكيميائي دي وارجع لاكل الطبيعي، هرجع على جسم بلا عضلات او الكتله العضليه دي انهارت. فيبتدي الجسم دي الاجابه على السؤال ليه بنتضاعف في الوزن بعد ما بنبطل الكيميكال دايت، لان انت بترجع لاكلك الطبيعي والكتله العضليه دي انهارت. فالاكل مهم جدا، احتواء الاكل على الالياف من الحاجات المهمه جدا جدا. الالياف دايما اللي احنا بنقول عليها الالياف الطبيعيه، ميزتها ان هي بتقعد اختلافها عن الالياف اللي موجوده في الاكل، يعني الالياف الطبيعيه اللي انا بتكلم عنها دايما دي مختلفه عن اللي موجوده في الاكل. الالياف اللي موجوده في الخضار والفاكهه والقمح الكامل ممتازه جدا جدا، ولكنها مش بتقعد في المعده فترات طويله زي اللي احنا بنتكلم عنها. اللي حضرتك بتتكلم عنها يمكن مركزه شويه، مركزه شويه. فتركيزها شويه ده بيخليها تمتص قدر كبير جدا من الميه، واثناء امتصاصها الميه الكتير دي بتعمل مركب صلب، مركب حاجه تقف جوه المعده وتقعد من 8 ساعات ل 10 ساعات. فتمتاز بفكره ان هي الياف، ففيها كل مميزات الالياف من مضادات اكسده وصحه الجهاز الهضمي وصحه الجسم عموما، وبالاضافه الى ان هي تقعد في المعده فترات اطول، فتخلي تلت المعده بس هو اللي فاضي، فالناس تاكل اقل كميه اكل وتشعر بالشبع، بمعنى ان هو لو خدها قبل الغداء فهو داخل على الغداء اصلا معدته اساسا فيها جزء صغير جدا يقدر يستوعب بالاكل. بالظبط، فبمجرد ما ياكل معلقتين ثلاثه من اي حاجه هو بيحبها بيشبع. طيب وحضرتك بتتكلم على العيش الدايت والعيش السن بقى والتوست السن وكل الحاجات دلوقتي، كمان في قراقيش سن وفي باتون سالي سن، كل بقى وفي ايس كريم دايت، كل حاجه بقى داخل فيها الدايت. بالظبط العيش السن والناس اللي هي بتقول لك لا ما هو اصل ده وخصوصا دلوقتي الرغيف بقى خلوه قد كده اللي هو قطمتين بس، حلو لا احنا لو كلنا منه لا ما هو دايت مش هيعمل لا حاجه. لا طبعا لا طبعا. بصي مفيش، انا عايز اوضح للناس يعني ايه دايت ويعني ايه منتجات لبن حتى. دايت ومنتجات لبن عادي، منتجات البان عادي او زيرو بالظبط، مفيش فيه دسم خالص. بصي احنا لما بنقارن ما بين شريحه التوست الدقيق الابيض وشريحه التوست اللي هي بالقمح الكامل، فرق الكالوريز 5 كالوري. يعني مش بيج ديل، مش ديل حاجة يعني عادي جدا. انت بتاخديها مش 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 تاكلي منها كتير وتخسي ابدا ابدا، انت لو كلت كتير من العيش السن هتتخني برضه. فاذا في النهايه احنا بنحطه في نظام الاكل عشان يشبعك فتره اطول، مش عشان انت هتخسه، يعني مش هتاكل منها مثلا 5 6، اصل مش هيحصل حاجه. الحاجه الثانيه، الفرق ما بين منتجات الزبادي الالبان مثلا زي الزبادي الدايت والزبادي العادي برضه الراوند 5 كالوري، يعني علبه الزبادي الفول كريم اللي هي الكامله الدسم والخالي الدسم 5 كالوري، هي الحمايه كلها في الكوليسترول. يعني انت هو ده بيبقى اقل، بيحمي الشرايين من الأب، لكن لو كلت جبنه كتير دايت او جبنه كتير قليله الدسم اي حاجه فيها كتير بالظبط هتبقى ملهاش معنى، ملهاش يعني معنى في نظام حاجة. الاكل فبالتالي لا، منتجات الاكل كلها اللي هي بيطلق عليها دايت انت عشان تشبعك فتره اطول، عشان تحميك من الجوع، مش عشان تاكل منها كتير. ايه الخصائص اللي بتميز الالياف الطبيعيه؟ الالياف الطبيعيه ميزتها ان هي مش كيميكال،
ان هي مش حاجه كيماويه. احنا كنا قضينا فتره طويله من حياتنا ان احنا على الادويه الكيماويه اللي لحد ما بتشتغل عن طريق المخ، بتشتغل بتوصل رساله الى المخ دايما، والحاجه الثانيه بيبقى فيها بديل للغده الدرقيه. احنا كلنا بقينا عارفين دلوقتي ان الغده الدرقيه هي المايسترو، هي الهرمون الغده الدرقيه هو الرئيسي عشان الحرق، فبالتالي كانوا بيحطوا فيها بدايل. ده فيديو موجود، لو موجود دلوقتي على الشاشه بيوريك قد ايه الالياف بتملى جوه المعده. فلما هي ليها قدره على امتصاص الميه بشكل غريب، يعني يعني تمتص الميه جامد جدا وتكبر في المعده، فبتملى تلتين حجم المعده. دايما الناس تشرب وراها ميه، بعد ما تاكلها تشرب وراها ميه، زي ما انت شايفه كده بتحفز الحرق. التروس دي يعني مجازا كده على ان المعده دي عباره عن اله فتزود الحرق، والحاجه الثانيه تمتص الدهون اللي موجوده وتنزل بيها على الامعاء ثم الاخراج بدون امتصاص. زي ما انت شايفه الدهون حزينه كده، فهي بتمتص هذه الدهون وتنزل بيها. الدهون اللي موجوده لسه كنت هقول لحضرتك الاكل، الدهون اللي موجوده اللي انا لسه هاكلها، اللي موجوده جوه الاكل، موجودة مش داخل الاوريدي موجوده، هتنزل مع نزول الوزن. مع نزول الوزن بتقل. هنا دي برضو فيديو تحفيزي بيوريكي ان لما خدنا الياف اقل كل الصحيه بتزيد، دي حاجه معترف بيها منظمه الغذاء والدواء الامريكيه. وكل ما خدنا الياف بشكل اكبر كل ما كانت مشاكل الضغط والسكر والقلب تقل اقل. فميزتها ان هي مش كيماويات خالص، الالياف الطبيعيه ملهاش اي علاقه بالكيماويات، لان احنا دايما انا بقول الكيماويات دي ما هي الا حاجه احنا زي ما انت شايفه كده، هي برضو دي لما بتنزل على ميه بتكبر في المعده بشكل كبير، بتنفش اكتر، بتنفش وتتكون مركب صلب جوه المعده. هي ملهاش علاقه يا دكتور بالمخ، هي ما بتشتغلش لا انت عموما بتشبعي، لا لا هي ملهاش علاقه بالمخ، انت بتشبعي عموما عن طريق ان الاكل بينزل المعده. المعده دي فيها سنسورز او فيها حساسات بتحس ان الاكل اتملت بالمعده تمام، فبتوصل رساله عصبيه الى ايه المعده. ده الطبيعي بتاعك، ده الطبيعي بتاعنا زي خلاص زي وانا باكل انا شبعت، لا انا لسه جعان، انا عايز انام، انا عايز اصحى بالظبط. والرساله دي بتوصل بعد ربع ساعه، لذلك احنا بنقول للناس دايما كلوا ببطء، لان انت ممكن تاكل ببطء فتوصل رساله شبع وانت اكلت كميه اكل قليله. فدي الفكره، ان ميزتها ان هي مش كيماويات، ملهاش علاقه خالص بالكيماويات. احنا كنا دايما بنقول الكيماويات هي ما هي الا اجراء مؤقت، هي الناس بتاخده يشتغل شويه وبعد كده انت كانك حاطه رجلك على البريك والبنزين. يعني انت دايسه على البنزين على اخر وحاطه رجلك على البريك، بمجرد ما تسيبي رجلك من على البريك العربيه طبعا بتجري، تطلع طلعه كبيره جدا طبعًا. منك هي نفس فكره الادويه الكيماويه، انت حاطه رجلك على البريك وعماله سايبه جسمك، فبالتالي بمجرد ما هتسيبي الدواء ده انت هتاكلي بنهم شديد وجسمك تحت تغيرات هرمونيه بتؤدي الى السمنه وهميه. لا وفي كمان بعض الاجسام بتبقى خلاص خدت على الماده اللي موجوده داخل اي منتج او اي دواء موجود احنا بنستعمله عشان نخس، فتلاقيه بتاخده زي ما بتاخدوش ده بعد فتره. طبعا يعني. طبعا ونفسيا كمان بقى من ناهيكي بقى ان الكبسوله بتاعت الدواء دي خلاص هتتجنن، يعني عايز تاخد كبسوله الدواء عشان تخس. وتلاقيهم بيغيروا بقى يعني من دواء لدواء، من دواء لدواء، من دواء لدواء، اصناف وانواع كتير. فلانه الصيدليه فيها دواء جابوه حلو قوي، الثانيه تكلمها نفس انت عارفه انت، وكله كلام فاضي ملوش اي معنى. مثل الالياف ان مفيش احنا مش انت لازم تتبعي مسار جسمك. يعني لازم نتبع بروجرام ربنا فينا ان احنا ناكل، ولكن ناكل بحرص وبكميات قليله، غذاء متوازن عشان نوصل. دي ميزه الالياف، هي دخلت في الحكايه في نفس المسار، انا ما رحتش مسار تاني عن طريق المخ ولا عن طريق الغده الدرقيه عشان اخسس. اشتغلت على الجزء اللي هو مسؤول عن الاكل بس. وعن الشبع وعن التخن وكل حاجه. هي والسنة. زي ما انا دايما بقول هي فكره بسيطه لكن عظيمه في تاثيرها. طيب لما الناس تاخد الالياف فتقل في حجم الاكل بتاعها او تقلل في كميات الاكل بتاعتها، طيب 3 شهور انت اصلا من غير اي حاجه، بعد اسبوعين دايت اغلب الناس اللي بتنجح، الناس اللي ناويه تخس اغلبهم بيقول لك انا مش عايز اكل خلاص، ده انا يا دكتور والله ده انت كميه الاكل انت حاططها انا مش قادر اكلها. ده اللي عاوز يخس بس يعني. بس في ناس ممكن تاخده ما يعني ما ياثرش معاها، هل مثلا الاوزان الكتيره قوي دول بيبقوا واخدين على الاكل يعني المعده بتبقى شويه هايل السؤال مختلفة. ده ما هو المعده كبرت، احنا عاوزين نتفق ان احنا ما اتخلقناش بمعده كبيره قوي كده. احنا قلنا ان المعده دي فيها احنا حساسات، احنا اللي عملنا ده طبعا، المعده دي فيها حساسات، الاكل لما بينزل فيها لازم المعده تتملي عشان تبتدي توصل الرساله الشبع دي. كل ما كانت المعده اكبر كل ما استوعبت اكل اكتر عشان اشعر بالشبع. فبالتالي مثلا اللي وزنهم مثلا من 80 كيلو 100 كيلو بيشرب 3 كوبايات ميه بعد ما ياخد الالياف. اللي وزنه اكتر 4 و5 كوبايات ميه. كل ما شرب ميه الالياف ليها قدره كبيره على امتصاصها وتكوين بلوك جوه المعده بيقعد من 8 ساعات ل 10 ساعات يخليه شبعان طول الوقت. تمام. طب احنا معانا صور يلا بينا. وبعد دول ناس خدوا الالياف، دول ناس خدوا واتبعوا النظام الغذائي وخدوا الالياف ونجحوا النجاح ده زي ما انت شايفه.
هنا يعني ده حد يعني حبيبنا جدا وخد الالياف وكان سعيد بيها بشكل فظيع، ويمكن عمل معاه مداخلات كتير جدا نظرا لاقتناعه النفسي بالحكايه. يعني زي ما انت شايفه ده كان وزنه تقريبا حوالي 130 كيلو، ويمكن الوزن ده بقى حوالي 90 كيلو او 92 كيلو بعد حوالي 3 شهور او 4 شهور. فدي حد برضو هتشوفي الفرق بين عيوب القوام، وهنا انا عايز افتح معاكي موضوع ايه ده؟ مين دي؟ عيوب القوام، يعني شوفي الفرق ما بين الشكل ده والشكل ده، ده هي يعني بقت دلوقتي سلم يعني. ايوه دي بنت دي ودي مامت دي بالظبط يعني. دي حد استضفناه في حلقه من الحلقات، وبرضه هتيجي معاكي تحكي لك تجربتها برضه زي ما انت شايفه. عيوب قوام يعني مش بس وزن، ده كمان عيوب يعني قوام. عندها بعض الديفوهات اللي موجوده في بالزبط الجسم. هنا بقينا نزلنا في الوزن بشكل كبير جدا. وهنا بفتح باب تنسيق القوام مع انقاص الوزن. طبعا انا هرجع وهكلم حضرتك في الجزئيه دي، بس ناخد التليفون. يلا. مدام هند. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. انا اولا بشكر الدكتور جدا، وكنت حابه ان انا اكلمه يعني واشكره بنفسي يعني على يعني لاني على انا نزلته من الوزن اللي انا خسرته الحمد لله. انا بقول الحمد لله لان زياده الوزن دي بتبقى حاجه يعني حاجه ملهاش لازمه اصلا يعني. بالظبط. انا طبعا سعيد جدا جدا بمكالمتك، وانا اللي بشكرك ان انت معايا وجربتي التجربه. واشرحي لي كده كان وزنك كام وبقى كام دلوقتي؟ والله بص حضرتك انا كنت 110 ودلوقتي أنا كان وزني 110. انا دلوقتي وزني لله الحمد انا وصلت لغايه اللهم صل على النبي دلوقتي انا بقيت 85. فقد ايه يعني بالظبط؟ والله في قد ايه يعني دلوقتي انا داخله في اكتر من يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني يعتبر دلوقتي بقى بتاع شهرين واسبوعين. طب قولي لي انت كنت بتاكلي ايه وبقيتي تاكلي ايه؟ يعني ايه نظامك كان قبل كده ودلوقتي بقيتي بتاكلي ايه؟ يعني دلوقتي نظامي ان انا الصبح عادي بفطر عادي بس بكميات صغيره. طبعا بيجي بوجبه الغداء باخد طبعا الالياف قبل وجبه الغداء بنص ساعه مع نص كوبايه عصير او اللي هو طبعا ما فيهوش سكر يعني. وبعد كده بحاول ان انا اكل، بس بعد النص ساعه دي اول ما بحط الاكل ما بيبقاش ليا نفسي ليه خالص يعني، باكل بالعافيه. فباكل وجبه الغداء ده من اول مره بدات يعني من بلاش مش هنقول من اول مره، من اول اسبوع بدا الاحساس ده يبقى عندك ولا ده على ما خدتي على ال لا 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 تمام من لا 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 من بعد ما انا بدات اخده على طول يعني بدا الموضوع ده معايا. وطبعا لله الحمد يعني بوزن نفسي باستمرار والحمد لله شكلي اختلف تماما. ناويه تخسي قد ايه هند؟ والله المفروض ان انا اوصل لحد 80. 80؟ طولك قد ايه؟ انا طولي 182. طويلة. لا كويس يبقى حلو جدا. لا برافو عليك. تمام. هانت تمام. يعني خلاص تمام. بتاكلي اكل متوازن، اهم حاجه انت بتاكلي كل عناصر الغذائيه في اكلك، ما انتش محرومه من حاجه. اهم شيء ان انا لما باجي في وجبه الغداء بالذات لازم اخد بروتين مع سلطه، مش مشكله بقى رز، مش مشكله لا، بس اهم شيء ان انا اخد بروتين يعني مع خدي ولا يعني قليل من الكربوهيدرات رز. انا هرجع يعني اسال حضرتك في موضوع النشويات ده بالنسبه للاكل يعني بالنسبه للاكل ده مش بس اهم شيء، لاني لو يعني انا بتكلم حضرتك بصراحه لو ما خدتش مثلا وجبه البروتين وخلاص هقفل، مش هقدر اكل لاني يعني مع الالياف مع الميه خلاص انا مش عايز اكل. كويس. بدليل ان انا بيجي بعد يعني لو اكلت مع مثلا كوبايه ميه تاني في وسط الاكل خلاص انا مش عايز اكل تاني. فده بعتنيني عليه لغايه تاني يوم يعني خلاص ما فيش عشاء خالص، حتى لو حبيت ان انا اخد زبادي او اخد عصير يعني تاخدي زبادي عصير بالظبط في العشاء ما فيش مشكله. طيب بنشكرك يا هند. بعد ما تخلص الدايت يعني وصلت لل 80 وبطلت الالياف، ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان هو اعتيادها على طبعا خلينا نتكلم عن ناحيه نفسيه، ما حدش بينزل 30 كيلو ويبقى مبسوط بشكله وهو معتمد على نظام غذائي متوازن، فهو ما عندوش شعور بالجوع، ما عندوش نهم، ما عندوش انا عايز اخلص من الدايت ده عشان اكل اي حاجه، ما عندوش الكلام ده. فنزل 30 كيلو وهي سعيده ما عندهاش مشكله، بتاكل رز وبتاكل الاكل بتاعها، ما عندهاش مش محرومه من الاكل، فبالتالي عمرها بالظبط عمرها ما هتسيب اللي هي عملته ده وترجع تاني. دي حاجه نفسيه. لما نيجي نتكلم على حاجه بقى فيزيكالي يعني حاجه ميكانيكال بتحصل، لا المعده اللي اعتادت الاكل بقى بكميات قليله خلاص هترجع الى حد ما تصغر في الحجم بتاعها تاني. زي ما احنا بنقول مثلا لو عملنا تكميم معده واكلنا كتير جدا المعده هتوسع. هي نفس الفكره، لو احنا اكلنا كميات اكل قليله المعده بتبتدي تستقبل وتتاقلم على كميات الاكل دي.
ناهيك على ان الجسم نفسه بدا يعني جسم متعود على 3000 كالوري كل يوم، اكيد في البدايه هيتعب شويه وهيحس بضعف لانه معتاد وظائفه الحيويه بتتعامل ب 3000 كالوري. بمجرد ما يبتدي بقى ياخد السعرات الحراريه اللي كافيه لجسمه هيبتدي خلاص مش بيحس بالحته التعب دي بقى، خلاص اعتياد على الجسم ان هو انا هادي كل وظائفي الحيويه بده. فدي ميزه الالياف زي ما بقول لك، زي ما انت شايفه كده الناس بتاكل اكل لطيف، بتاكل اكل كويس. كنت عايز اكلمك على موضوع، بنتكلم عن على موضوع القوام ده، على فكره انه في ناس هي طبيعه جسمها فيه ديفوهات. بتجيلي ناس كتير في المركز عندي عايزه تيجي تعمل نعمل لها شفط دهون مثلا او تنسيق قوام مثلا في منطقه معينه، وتلاقي وزنها مثلا 120 كيلو، فبنقول لها صدقيني دي مش عيوب قوام، يعني احنا نعمل لك شفط ونعمل لك تنسيق قوام بكره الصبح، بس انت ما عندكيش عيوب قوام، انت عندك 120 كيلو، انت عندك دهون موجوده في كل، خلينا نفقدهم عشان تبان ملامحك. تمام، تقدر تعرف فين الديفوهات موجوده فين بالظبط، فين الديفوهات موجوده فين بالظبط، بدل ما تخشي تعملي ده نعمله لك وبعدين تفاجئ ان انت ما انتش مبسوطه او ما وصلتيش للشكل اللي انت عايزاه. احنا عندنا تولز كتير نقدر نخدم بيها الناس، ولكن توظف فين. الحاجه الثانيه استخدام الالياف لانقاص الوزن من الحاجات الصحيه، يعني طبعا انت وزنك ده صح، يعني صحتك مش الشكل الجميل ده حاجه مهمه جدا، ولكن في النهايه لازم ندي برضو شويه تركيز مع فكره الميزان. مش هتهربي، محدش هيهرب من فكره ان هو ايه انا دكتور اعمل لنا شفط للديفوهات وخلاص. بمناسبه ان حضرتك بقى قلت الميزان، قبل ما نختم كده، احنا بنقيس بالميزان ولا بالمقاسات؟ بالميزان والمقاسات الاثنين. الاثنين، واللي يعمل غير كده يبقى مش حقيقي. يعني ايه المقاسات؟ يعني ما لازم اشوف وزن، ما هو الوزن ده يعني دهون داخليه، بس ما يكونش في توقع مبالغ فيه. يعني في النهايه ان احنا برضو بنقيس وزن، لكن ما تتوقعش انك هتنزل في الوزن في الاسبوع 6 كيلو مثلا. طبعا في القدره البشريه على نزول الوزن لا تتعدى 2 ل 3 كيلو كل اسبوع، كل اسبوع. والصحي بنظام متوازن بنتكلم من كيلو لاتنين. لكن مع استخدام الالياف الناس بتنزل اكتر شويه، فبيعملوا 8 كيلو 10 كيلو. طبيعه الجسم بقى. بالظبط. نورتني يا دكتور. انا سعيد جدا، انا سعيد جدا. نورتني بجد وبشكر حضرتك جدا. اشوفك على خير ان شاء الله. متشكر جدا، متشكر قوي. بشكر حضراتكم مشاهدينا، واشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله الساعه 3. لو عشت وكان ليا عمر اشوف حضراتكم بالف خير. سلام عليكم.